مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعاية شوطنا الرابع لفئة الجعدان المهجنات الأصايل. الشوط يحمل أسماء قوية وشعارات حاضرة في هذا التحدي الممتاز. نبدأ مع دلمان، من يتقدم الجميع. تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حمدان النعيمي، سعيد بن فايل بن راشد الزرعي من يتابع هذا الشعار ويتابع هذا الاسم الممتاز. المركز الثاني هنا شاهين للسلطان بسيف بضبيعة الاكتبي يأتي على المركز الثاني، والمركز الثالث هناك الوصول مع ناصي لمحمد بن مايد من ثاني من بليشة الفلاسي حاضرا في هذا التحدي الممتاز. وأيضا المركز الرابع اللي وصلنا في هذه اللحظات شاهين لصالح بن محمد بن راشد بن محمد المنصوري حاضرا في هذا التحدي الممتاز على المركز الرابع. والمركز الخامس شاهين لهجن ند الشبه بمتابعة سالم بن سعيد، وأيضا هناك الوصول في هذا التحدي الممتاز والرائع والجميل. هناك الوصول اللي وصلنا هو بشار علي بن عتيج بن علي بن راشد الاكتبي يقدم لنا بشار، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من الجانب الأيمن، وهناك الوصول في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا التحدي الممتاز وفي هذا الانطلاق المميز. النجمي سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي على المركز السابع والمركز الثامن. هنا وصلنا في هذه اللحظات موادع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بن الغافرية الفلاسي، وأيضا خوف راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي قادما بكل قوة، وأيضا الوصول على المركز العاشر. هناك شعارك يا بن مرخان من يتواجد في هذا الشوط صايب لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي صعب المضمرين، يتواصل مع انطلاقات صايب والتحديات صايب في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، وعوده إلى دلمان وإلى انطلاقة دلمان وإلى أداء دلمان من يتواجد على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حمدان النعيمي سعيد بن فايل بن راشد الزرعي من يتابع هذا الشعار ويتابع هذا الاسم القوي، ولكن هناك خوف غادم، خوف غادم على المركز الثاني بالتحدي الممتاز يقدمه راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي غادم بكل قوة مع انطلاقة هذا التحدي. وأيضا هناك شاهين لهجن ند الشبه بمتابعة سالم بن سعيد، وأيضا وصلت الأسماء وصلت الشعارات في هذه اللحظات. بن خفية غادم، بن خفية غادم مع بشار علي بن عتيج بن علي بن خفية الاكتبي قادما بكل قوة مع هذا الشعار الممتاز. وأيضا وصلنا في هذه اللحظات مياس اللي واصل في هذه اللحظات اسمه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن راشد بن خفية الاكتبي يتابع هذا الشعار، وبوهليبة قادم، بوهليبة قادم في هذا الشوط ليقدم لنا الشبل محمد بن عبد الله بن علي بن محمد، بوهليبة من يتواجد في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، عوده الى المركز الاول، الى التغييرات اللي حصلت وجرت مع المركز الاول، غير مع الصداره، غير مع مقدمه هذا الشوط. خوف وبدون اي خوف، بدون اي خوف يتقدم، يتقدم بهذا الشعار الذي دائما يتقدم بتقدمه الممتازة هنا مع المركز الأول مع الأداء الجميل راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. ولكن المركز الثاني هناك دلمان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حمدان النعيمي سعيد بن فايل بن راشد الزرعي، وأيضا بوهليبة غادم، بوهليبة غادم. الله يا سلام، الشبل، الشبل تعود ملكيته لمحمد بن عبد الله بن علي بن محمد، بوهليبة وايضا بن خفية حاضرا في هذا التحدي ليقدم لنا، ليقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا هذا الشعار. بشار، بشار والشبل، الشبل وبشار، بشار والشبل. ولكن بوهليبة، بوهليبة، بوهليبة مع الفوز مع الانتصار، ولكن عاد، عاد بن خفية عاد،
عاد مع بشار 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 الشبل الشبل بشار بشار لمن الفوز لمن الانتصار في هذا التحدي الممتاز في هذا التحدي الجميل في هذا التحدي المميز بوهليبة وبن خفية بن خفية وبوهليبة ولكن الشبل 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 طار الشبل أقلع مع المركز الأول يقدم محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليبة بوهليبة راح بوهليبة راح راح بوهليبة راح راح إلى العوير راح إلى العوير إلى الفوز إلى الانتصار بالأداء الجميل ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض الممتاز ليقدمه الشبل ليقدمه الشبل مشكور يا بوهليبة مشكور من تابعه في هذا التحدي محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليبة من يتابع هذا الشعار وهذا الاسم لحظات الوصول للشبل إلى خط النهاية معلنا هذا الفوز والانتصار المركز الثاني وصلنا شعار كابن خفية مع انطلاقة بشار علي بن عتيج بن خفية الاكتبي والمركز المركز الثالث اللي وصلنا في هذه اللحظات شاهين لجنة الشباب بمتابعة سالم بن سعيد التوقيت الزمني 6:17 تهانينا والناموس لمالك الشبل محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليبة على هذا الفوز والانتصار وتحقيق الناموس في هذا الشوط.